قبل ما يسافر، يعني لو قلت له يجيب لي حاجة بيجيبها لي. ويعني يعني ومرة كان في جزمة ضيقة عليا، ولما سافر أمريكا جاب لي الجزمة، وبقول له شكرا على كل الحاجة اللي انت بتجيبها لي. مرة جه يتفرج عليا، ولو أنا يعني لما بيجي يتفرج لما أبقى كويس بيقول لي برافو، ويعني لما أبقى لازم أركز شوية بيقول لي ركز شوية وناقص لي إيه. كل خميس ماما بتيجي تاخدني من المدرسة، وبنيجي البيت ونقعد معاهم لغاية يعني يوم السبت بروح الماتش بتاعي، وبعدين برجع البيت بصحى. ولو صحيت قبل ما نروح المسجد بقعد ألعب على الموبايل، فبقى لما بيصحى بروح ألبس وأروح مع محمد ومصطفى وجده المسجد ونروح نصلي. الكابتن عشان كان حارس قبليه ويعني متعلم حاجات، يعني عشان مصطفى لسه صغير، فيعني أحمد عنده حاجات أحسن. لما ماما بتزعلني بقول لجده بيجي يزعق لها. بنقعد على الكنبة ونتفرج على ماتشات الأهلي، وهو بيبقى عايز الأهلي يكسب. شكرا على كل حاجة اللي انت بتعملها لي، ولو أي حد ضايقني انت بتبقى معايا. وشكرا على كل حاجة اللي انت بتجيبها لي أصلا وانت مسافر. ربنا يخليك لينا يا جدو، وبحبك قوي. يا نهار ابيض، ايه ده المفاجأة الحلوة دي؟ ايه رأيك؟ ده جميلة. ده يا جماعة احمد حفيدي. احلى جدو دي. ها، يبا اول مرة اسمع جدو منه. انا اسمي عند احفادي بيلا. بيلا؟ اشمعنى؟ عشان هو ديدو او احمد هو صغير، فما كانش بيعرف يقول شوبير، فقال بيل بيل، وبعدين ايه مشيت بيل، فبقت بيلا. فهو اول مره في حياته يقول جده، ما فيش كلمه جده عندنا. بالاسم على طول، يعني بيلا على طول. بيلا على طول، فاول مره يعني. بس ما شاء الله ربنا يخليه لك حبيبي، ودايما كده نشوفك دايما متالق ونشوفه ما شاء الله. هو لعيب كوره بيلعب في اكاديميه برشلونه باين، وهو اخوه بقى، اخوه حريف قوي كمان. هو محمد وينج رايت، وجميل يعني. والتاني بقى حر في الملعب يعني، بيحب يرقص بس. احمد ملتزم، ديدو ملتزم جدا. التاني هو بمزاجه، هو عايز، هو مش في دماغه، بس كلهم بيقولوا لعيب كويس يعني. وفي هنا كمان بنت هند ما شاء الله، ربنا يخليهم، ربنا يخليهم لك يا رب دايما يا كابتن. هتكلم معاك عن الجزء ده تحديدا، عن مصطفى.